نوصل بقى مع حضراتكم دلوقتي لماتش النهارده الاهلي والاسماعيلي. واي ماتش بيجمع بين الاهلي والاسماعيلي ايا كانت البطوله فاحنا بنتكلم على انه لقاء يعني يتقال عليه لقاء قمه، ماتش بيكون قوي في كل حال يعني من الاحوال. طبعا يعني الماتش ده مش هيختلف عن اي لقاء سابق جامع ما بين الفرقتين. الحقيقه الاسماعيلي ماشي بشكل معقول حتى هذه اللحظه، دايما المواجهات اللي بتكون ما بين الفرق الجماهيريه بيبقى لها طعم خاص وخصوصيه شديده. الاسماعيلي لغايه دلوقتي لعب ماتشين، فاز في ماتش وخسر في ماتش، بس طبعا عنده طموح كبير جدا الموسم ده مع كابتن ايهاب جلال. النادي الاهلي بقى في المقابل طبعا عايز يواصل سلسله الانتصارات بعد المصري في الدوري وبعد سان جورج رايح جاي وبعد نصف نهائي كاس مصر امام امبي، وكلها ماتشات يعني ساعدنا بمتابعتها وساعدنا بنتيجتها ما بين ثلاثيات ورباعيات. الاسماعيلي والاهلي اتقابلوا لغايه النهارده 123 مره، بيتفوق النادي الاهلي في تاريخ لقاءات الفريقين لانه فاز في 65 مباراه، اتعادلوا في 36 مباراه، فيما حقق الاسماعيلي الفوز في 22 مباراه. بص خلينا برضو نقول حاجة يا كريم صراحة، يعني أكيد أكيد ده يمكن يحزننا أو يحزن البعض من محبي الأندية الجماهيرية، وأعتقد ما فيش حد من محبي كرة القدم مش هيكون بيحب الأندية الجماهيرية أصلا. ليه الأندية الجماهيرية تحديدا؟ إن أنت بتتكلم عن هي دي أو الأصل في كرة القدم أصلا. أنا بعمل كرة قدم ليه؟ علشان الجماهير في الأول وفي الآخر. فطبعا أندية الشركات اللي بقت مؤخرا يعني أو فرضت نفسها برضو بالأداء، ما هو ما فيش حد بيفرض نفسه كده، لازم يبقى في فرض نفس بس بيكون عن استحقاقه. بصراحه ده اللي حصل. انا مش عايزه اذكر نادي معين يعني من انديه الشركات اللي صعدت مؤخرا طبعا للدوري الممتاز، لكن هو قدروا استطاعوا فنيا ان هم بتقول فنيا بقى بامكانياتهم ان هم يوصلوا وينافسوا في الدوري الممتاز. طبعا شفنا كلنا برضو المباراه الكبيره اللي كانت بين زد والاسماعيلي واللي كان نتيجتها كريم غير متوقعه تماما. صحيح. لما تيجي تتكلم عن نادي بحجم النادي الاسماعيلي ونادي طبعا نادي شركات، ولكن نادي بيقدم العديد برضو من مش هقول انجازات بس من المكاسب على الارض حتى هذه اللحظه. فكان امر غير متوقع ان انا اشوف نادي حديث يعني لسه صاعد بيتكلم او بينافس وبيفوز على نادي الاسماعيلي. خلينا بس نتكلم ان الاسماعيلي برضو مش هو الاسماعيلي طبعا بتاع السنوات الماضيه اللي احنا نعرفه، مش هو الاسماعيلي في التسعينات، مش هو الاسماعيلي في الثمانينات، مش هو الاسماعيلي في بدايه الالفينات. يمكن انا اتذكر اخر مره حصل فيها الاسماعيلي على الدوري تقريبا كان 2002، ده فارق او سنوات عديدة او بعيدة قوي. طبعا انا من الناس اللي يمكن طبعا يعني الناس كلها عارفة انتمائي للنادي الاهلي والموضوع راجع للجدود كمان، لكن انا من محبي جدا التنافس القوي مع الانديه الجماهيريه اللي ليها تاريخ برضو كبير. وعلى فكره احنا بنعتز باي تاريخ بيكون موجود لاي نادي مصري. ليه؟ لان انت بترجع في الاول في الاخر تقول انا في مصر عندي انديه كبرى او عندي انديه لها تاريخ كبير وعندي انديه ليها لاعبين عملوا معها يعني ارقام محترمه وتنافسيه كانوا برضو بينضموا للمنتخب من خلالها. فاهم يا كريم قصدي؟ فاهم جدا. وحزين ان ده مش حاصل زي زمان. وتحديدا لما تيجي تتكلم صراحه عن الاسماعيلي تتكلم بقى تقول برازيل مصر طبعاً. او غيره طبعاً. كل دي كان بس في الماضي. حاليا طبعا الاسماعيلي شفنا الموسم اللي فات هو يعني باعجوبه هرب من السقوط، وده امر اعتقد ما اسعدناش تماما. لكن ايه اسباب ده؟ ايه الموضوع؟ مش ملفنا دلوقتي، لكن طبعا كلنا عارفين ان الموسم اللي فات كان عندهم الى حد كبير عدم استقرار في الاداره. نتمنى كل التوفيق لنادي الاسماعيلي في الفتره الجايه، لكل الانديه على فكره المصريه. نتمنى احنا كنادي اهلي نكون يعني بننافس وبننافس بقوه في تحديدا كمان البطولات المحليه، لان اكيد ده هيسعدنا احنا كمان. الواحد مش عايز يفوز علشان هو يعني في جاب كبير جدا بينه وبين الانديه المنافسه، واقرب منافس ليه حتى دلوقتي يمكن ليس في افضل ظروفه.